رعاية غير مسبوقة واهتمام عملي وعلمي أولته القيادة السياسية للشباب باعتبارهم ركيزة أساسية وثروة قومية لا تقدر بثمن في عملية التنمية المستدامة. وظهرت تلك الرعاية من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وتمكين الشباب والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم للقيادة بكل المجالات. اهتمام كبير توليه الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم من دعائم الجمهورية الجديدة وطريقها نحو النهوض والتقدم، الأمر الذي ظهر جليا منذ عام 2014، الدولة اتجهت إلى تأهيل وتدريب قيادات شبابية في القطاعات كافة من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكونوا مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة. إطلاق القيادة الرئاسية حواراً موسعاً مع الشباب عام 2016 والذي أطلق عليه عام الشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم وما زال الحوار مستمراً عبر المنتديات والمؤتمرات الوطنية للشباب الفاعلة والناجحة والتي تعتبر منصات جديدة للتواصل مع الشباب مثلت في مجموعها فرصة جيدة للتواصل. وخلال هذه المؤتمرات تم طرح العديد من الرؤى والافكار بحريه كامله والخروج بتوصيات تمت الاستجابه الفوريه لها ومنها الاعلان عن انشاء الاكاديميه الوطنيه لتدريب وتاهيل الشباب بالقرار الجمهوري 434 لسنه 2017 بهدف امداد الدوله واجهزتها المختلفه بالعناصر الشبابيه المختلفه بعد تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل فعلي وياتي ذلك جنبا الى جنب مع المبادرات التي أت... اطلقتها الحكومه للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني واعاده تاهيل الشباب الباحث عن فرصه عمل بما يساهم في تقليل فجوه البطاله وتمكينهم من المشاركه الايجابيه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، كما ان مبادره دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه ومبادره فكرتك شركتك ومبادره اسال الرئيس وغيرها من المبادرات الاخرى تندرج جميعها تحت رؤيه الرئيس السيسي للاهتمام بالشباب وجاء انخراط الشباب في التنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ليكون بمثابه دعامه اساسيه ساهمت في تولي الشباب مناصب تنفيذيه وبرلمانيه ونتيجه للتواصل المتبادل بين الدوله والشباب نتج العديد من النماذج الشبابيه الناجحه التي نراها بوضوح في المجالس النيابيه وفي الجهاز الاداري للدوله وتضمنت حركه المحافظين عام 2019 تمثيلا فعليا للشباب، وهذا ما يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك ان التمكين اصبح حقيقه وليس شعارا، حيث ضمت الحركه 39 قياده جديده ما بين محافظ ونائب للمحافظ من بينهم 60% من الشباب، وفي اطار اهتمام الدوله بدعم وتمكين الشباب علميا وتشجيعهم على تاسيس مشروعات تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي والعمل على تحقيق اهداف التنميه المستدامه تم تدشين مشروع رواد 2030 وتعمل الدوله من خلاله على التوجه نحو الاستثمار في الشباب وتشجيع رياده الاعمال وثقافه العمل الحر وتستخدم كل الوسائل المتاحه لدعمهم كما يقوم المشروع بتقديم العديد من المنح للطلاب في جميع التخصصات. تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي ساهم في تدشين جسرا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب لتاهيلهم لقياده المناصب القياديه وقياده دفت الوطن مستقبلا